السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة كريفيد على يوتيوب. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الأولى في كورس برنامج بلندر. المحاضرة دي إن شاء الله هناخد فيها أوفر فيو سريع كده على البرنامج، إيه هو برنامج بلندر، إيه أهم الشركات اللي بتستخدم برنامج بلندر، وكيفية تطوير برنامج بلندر أو بيتطور إزاي، وهل برنامج بلندر ليه مستخدمين كتير أو لأ. طبعا ان شاء الله النهاردة هنبدأ اول حاجة نتعرف فيها على برنامج بلندر. الناس اللي كانت بتسأل على الريندر، وهل اقدر اعمل ريندر واقعي ببلندر او لا، هل ان انا يعني محتاج احمل حاجة علشان اعمل ريندر واقعي او لا. طبعا ده الموقع الرسمي بتاع بلندر www.blender.org. هنتعرف هما بيعرضوا بلندر ازاي ووجهة نظر الشخصية كواحد كان بيستخدم برنامج مايا وماكس ونقل لبلندر. طبعا اول حاجة بلندر تقدر ان انت تعمل فيه ريندر واقعي جدا من خلال ان هو بيقدم لك محرك ريندر ممتاز اسمه سايكلز. سايكلز هو برنامج، هو محرك ريندر موجود في بلندر، يعني انت مش محتاج تحمل حاجة علشان تعمل بيها ريندر. طيب هل انا ممكن احمل محركات تاني للريندر واربطها ببلندر؟ ايوه ممكن، طبعا من ضمنهم الفي راي لو انت محتاج تربطه بالفي راي. بس لو انت اتقنت السايكلز مش هتحتاج اي محرك تاني. خلينا نقول ان في محرك جديد جاي في النسخة الجديدة من بلندر اسمه ايفي. المحرك ده ان شاء الله بيعمل ريل تايم ريندر. الناس اللي اشتغلت على انريل انجن تعرف الكلام ده، ان انت مش محتاج ان انت تضغط ريندر وتنتظر ساعات علشان خاطر ان انت ترندر حاجة، لان انت بتبقى انت وشغال في البرنامج بتبقى انت في وضع الريندر اصلا، انت وشغال بتعمل موديلنج او ايا كان اللي بتعمله، انت في وضع الريندر زي برنامج او زي محرك انريل انجن. خلينا نشوف حاجة تاني وهي الموديلنج، فاست موديلنج. طبعا بلندر الناس تشهد له ان هو اسرع ورك فلو في بالنسبة للموديلنج. ادوات كتير جدا وممتازة جدا وبسيطة جدا تقدر توصل بيها لموديلات معقدة في وقت قياسي جدا. بلندر بيعتمد على الاختصارات اعتماد تام، لو حفظت الاختصارات بتاعته هتلاقي نفسك شغال اسرع ما انت شغال في اي برنامج تاني. ده بالنسبة للموديلنج. طبعا كل حاجة احنا بنقول عنها كلمتين كده بسرعة، لان كل حاجة متجهز لها محاضرة وحدها، الريندر والموديلنج والانيميشن وكل حاجة مجهز لها محاضرة لوحدها. نيجي بعد كده على تكوين الماتيريال. الماتيريالات طبعا تقدر ان انت تعمل بكل سهولة وبساطة ماتيريالات يعني غاية في الواقعية داخل بلندر. برضو عندك النود، تقدر ان انت طبعا هنعرف الكلام ده كله ازاي، ان انت تعمل ماتيريالات وتعمل شيدرز والكلام ده كله جوه بلندر. نيجي بعد كده للريج، الناس اللي بتشتغل ريج وانيميشن. بلندر طبعا في النسخ الأخيرة طوروا الريجنج فيه يعني بطريقة ممتازة جدا. أدوات بتاعت الريج اشتغلوا عليها أكتر وأكتر هي والأنيميشن، وتقدر إن أنت تعمل الريج بكل سهولة دلوقتي في بلندر بدون مشاكل معقدة. والناس اللي كانت بتقولك مايا أحسن مش عارف ايه، لأ دلوقتي بلندر بقى ممكن ينافس في الريج وفي الأنيميشن برضه في النسخ الأخيرة دي لأنها اتطورت جدا. طبعا لو انت من الناس اللي هي مستعجلة وعندك شخصية عايز تعملها ريج بسرعة ومش فاضي تعمل ريج، عندك أداة اللي هي أو إضافة اللي هي الريج فاي دي، بمجموعة ضغطات بيبقى عندك ريج للشخصية اللي انت عاملها بالكنترولر بتاعتها بكل حاجة، وتبتدي ان انت تحركها تعمل لها انيميشن. كل ده لا يتخطى الربع ساعة تكون عامل ريج كامل بالكنترولر وبكل حاجة. هنيجي بعد كده للانيميشن. طبعا هم اشتغلوا على الانيميشن او ادوات الانيميشن بشكل كبير جدا وحسنوا الاداء بتاع الانيميشن في بلندر، وبقى كل حاجة دلوقتي تقدر تعملها في بلندر. انا حاليا بشتغل كل حاجة في بلندر، بعمل الموديلنج والانيميشن وكل حاجة في بلندر. نيجي بقى للجزء اللي بلندر بيتميز بيه عن غيره اللي هو السكولتنج، النحت. طبعا ناس هتقول لك لا ده زيبراش احسن ومش عارف، طبعا لا شيء يقارن بزيبراش لان ده برنامج تخصصه النحت. فخلينا ما نخلطش الامور ببعضيها، احنا بنتكلم في حاجة معينة. ان برنامج بلندر بيحاول ان هو ما يخليكش تسيب
بلندر علشان خاطر تشتغل حاجة في برنامج تاني، لا ده باكج متكامل هو اسمه الخلاط بلندر، يعني خلاط، وفعلا هو عامل لك خلطة كده من كل البرامج، واخد لك من كل برنامج احسن حاجة فيه، من ماكس، من مايا، من زيبراش، كل حاجة هتلاقيه واخدها لك هو وعاملها لك في باكج واحدة كده. فانت لو بصيت في النحت، دخلت في جزء النحت طبعا هنتعرف عليه، هتلاقي ان برنامج بلندر ممتاز جدا في الجزئية بتاعت النحت دي، وبيتميز عن برامج الثري دي التانية زي ماكس ومايا. طبعا مايا فيه ادوات نحت، لكن من وجهة نظري انا مش بالقوة اللي موجودة في بلندر، لان بلندر واخد نقول من زبراش في النحت. طبعا الناس اللي اشتغلت زبراش تعرف ان في اداة ممتازة جدا في الزبراش اسمها الدايناميش، في حاجة عندنا شبهها بالظبط كده في بلندر برضو اسمها الدايناميك توبولوجي، وعندنا فرش كتير جدا والالفاظ وكل حاجة، والكلام ده هنتعرف عليه برضو في الحلقة بتاعت النحت ان شاء الله. عندنا بعد كده اليوفي ان رابنج، طبعا عقدة ناس كتير، ناس كتير مش بتحب تعمل يوفي ان رابنج او بتستصعب الامور فيها، لكن انا بقول لك وبوعدك ان في بلندر حتى لو مش هتستخدم النحت والموديلنج وكل الكلام ده في بلندر، لكن هتلاقي نفسك بتستخدم اليوفي ان رابنج، لانها هي هو هنا بيقول لك فاست يوفي ان رابنج، هي فعلا سريعة جدا في الجزئية دي، وهتلاقي نفسك بتستخدمه. عندك حاجة اسمها السمارت يو فيز او سمارت ان رابنج في بلندر، دي أداة ممتازة جدا، بضغطة واحدة بتعمل لك هي كل حاجة، بتعمل لك انراب للموديل بتاعك. بس طبعا لو موديل معقد جدا هتحتاج ان انت تتدخل يدويا، لكن نقول ان بلندر بيتميز عن اي برنامج تاني في حتة اليو في انرابنج. الناس اللي بتشتغل افتر افكت ونيوك والكلام ده كله، طبعا بلندر زي ما قلنا باكج متكامل، عندك تقدر ان انت تعمل تشتغل كومبيزيتور فيه عادي جدا 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 زي ما بتشتغل في الافتر افكت وغيره بكل سهولة. طبعا السيموليشنز، الناس اللي بتشتغل بقى في المحاكاة والكلام ده كله، هتلاقي ان بلندر بيوفر لك محركات للمحاكاة ممتازة جدا بدون ما تشتري او تحمل محركات تانية واضافات تانية والكلام ده، لا هو البرنامج موجود فيه كل حاجة، في الفلود اللي هي هتشتغل مية، الاوشنز، الكلام ده كله، الدخان والهير والكلوز والبارتيكلز وكل حاجة هتلاقيها موجودة جوه بلندر، وكل ده ومجاني بالكامل 100% مجاني. طبعا الناس اللي تشتغل في المجال الجيمز هتلاقي برضو جوه بلندر محرك العاب مدمج جوه بلندر، يعني طبعا احنا مش هنقول لك لا ده احسن انريل احسن يونيتي احسن، لا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا بنتكلم على حاجات موجوده جوه البرنامج. فالبرنامج يعني بيتميز عن غير انه في جيم انجن. طبعا الناس بتشتغل انريل ويونيتي تقدر ان انت تعمل الموديل وتعمله الانيميشن وتعمله تيست جوه الجيم انجن بتاع بلندر، تشوفه هيبقى عامل ازاي في اللعبه، وبعد كده لو تمام تروح نقله بقى على المحرك اللي انت بتشتغل عليه، فيعني ممكن تاخدها النقطه دي. يعني عندك طبعا الناس اللي بتحب تعمل موشن تراكينج والكلام ده كله، برضو بلندر فيه ادوات ممتازة جدا للجزئية دي. طبعا بيقول لك عندك مكتبة كاملة من الاضافات، بلندر بيوفر لك اضافات كتير جدا مجانية، يعني مش هتحتاج ان انت تحمل اضافات كتير عشان تاخد شغل كويس، لا هو ضايف لك حاطط لك اضافات كتير جدا 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 من غير ما تحملها، موجودة في البرنامج، تقدر ان انت كل اللي عليك ان انت تدخل تفعل الاضافة بس مش اكتر، وهنتعرف على الكلام ده برضو. الفيديو اديتنج، الناس اللي بتشتغل على الفيديوهات وبتعمل فيديوهات والكلام ده، تقدر ان انت تستخدم برضو بلندر ان انت في جزئية الفيديو اديتنج دي، وتقدر ان انت تشتغل برضو في الجزئية دي داخل بلندر. يعني الناس تخيل كده كل حاجة تقدر تشتغلها جوه برنامج واحد من غير ما تخرج بره البرنامج ده. طبعا الفايل فورمات يعني بيدعم فايلات كتير او فايلات الفورمات كتير اللي بيدعمها طبعا زيه زي اي برنامج. الواجهة بتاعت البرنامج يعني تقدر تتحكم في البرنامج، اعتبره ان هو حتة صلصال كده تشكلها زي ما انت عايز، برنامج يعني بص تقدر تتحكم فيه بسهولة رهيبة جدا، تعمل اللي انت عايزه في البرنامج.
دي كانت نظرة سريعة. طبعا الكلام ده كله هنتكلم في كل احنا عاملين لكل حاجة محاضرة نتكلم فيها، في الموديلنج محاضرة، اليوفي محاضرة، الماتيريال محاضرة، فعشان كده خدنا بس نظرة سريعة. نيجي بقى للشركات اللي بتستخدم بلندر. بلندر ليه كوميونيتي كبير جدا جدا، لانه برنامج مجاني، هتلاقي له فيديوهات تعليمية مجانية كتير جدا موجودة في كل مكان. من اهم الشركات اللي بتستخدم بلندر عندك الـ ESA Space، دي طبعا انا معرفش عنها معلومات كتير، بس اعتقد ان هي زي ما مكتوب ان هي وكالة فضاء موجودة في فرنسا، بيستخدموا بلندر برضو في المحاكاة بتاعتهم. عندك برضو اشتغل في الـ VR، شركات كتير بتشتغل ببلندر في الـ VR. الـ Visual Effects، الناس اللي بتحب تشتغل Visual Effects، في شركات كتير برضو بتستخدم بلندر، واهم حاجة استخدموها اللي هو زمان in the High Castle، دي ممكن تكتب الاسم ده في يوتيوب وتشوف الناس بتشتغل ببلندر ازاي. طبعا بلندر برضو بيستخدم في هوليوود حاليا وفي شركات كتير يعني مشهورة جدا. الناس بتاعت الإظهار المعماري اللي كانت بتسألني ممكن أشتغل ببلندر في الإظهار المعماري، أيوة طبعا في شركات كتيرة أهي بتستخدم بلندر في الجزئية دي. طبعا يعني شركات كتير جدا، شركات عربيات بتستخدم بلندر، وكالة ناسا للفضاء بتستخدم برضو بلندر. بلندر برضو بيستخدم في الطباعة والأزياء والكلام ده كله. مجال الالعاب، من اهم الالعاب اللي اتعملت ببلندر او الاسيتس بتاعتها اتعملت ببلندر انجري بيرد، طبعا محقق ارباح ما شاء الله كتير جدا. تي ان تي دراما اللي استخدمت بلندر في سلسلة ليجندز. وطبعا في شركات كتير جدا لو هنقعد نقول اسماء مش هنخلص عن الشركات، وافلام كتير بتتعمل ببلندر. نيجي بقى خط تطوير بلندر. بلندر بيتطور ازاي؟ يعني الشركة بتاعت بلندر او البلندر فاونديشن عاملة خطة ذكية جدا لتطوير بلندر، وده اللي انا شايفه ان هو بلندر اكفأ من غيره في حتة التطوير دي. بلندر مش معمول ان هو تجاري، لا بلندر مجاني، وبلندر معمول بايدين مصممين ومبرمجين، مش مبرمجين بس علشان خاطر يبيعوا، لا مصممين كمان قالوا احنا عايزين كذا في البرنامج وعايزين كذا، فعشان كده تلاقي بلندر ممتاز جدا وبيتطور بسرعة جدا. كمان من خطة تطوير بلندر ان هما بيعملوا حاجة اسمها اوبن موفيز، بيعملوا مع كل نسخة جديدة بيعملوا بيها فيلم جديد ويشوفوا ايه اللي ناقص ويزودوه في النسخة اللي بعدها وهكذا، عشان كده بلندر بيتطور بسرعة من خلال قصة فكرة الافلام دي، ان هو يعمل فيلم ويخليك تحمله وتشوف اتعمل ازاي والكلام ده كله، وتقدر ان انت تشوف ايه اللي ناقص وتبعت لهم ويكملوه بسرعة جدا. يعني حاجة ممتازة وفكرة ممتازة جدا، كل دي افلام اتعملت ببلندر، يعني حاجات يعني فكرة ممتازة جدا، وده اللي مخليه في نظري افضل من غيره، وده اللي خلاني ان انا اتجهت لبلندر وسبت مايا وماكس والكلام ده كله بعد سنين من الشغل. لحد هنا تكون الحلقة بتاعتنا انتهت، ودي كانت نظرة سريعة على بلندر، وان شاء الله نبدأ في شرح البرنامج من الحلقات الجاية. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناة وتشتركوا في الصفحة بتاعتنا علشان تشوفوا الكورس، وتتابعونا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.